تجارة الحشيش وتهريبه من المغرب إلى جنوب إسبانيا يغذي عمل المافيات، خصوصاً المافيا السويدية. وكذلك هناك مافيا تعمل على تهريب مادة الكوكايين إلى شمال أوروبا. لماذا تختار العصابات كوستا دال سول لممارسة جرائمها؟ في البداية تبحث عن المخدرات، ثم تقوم بتهريبها من المغرب، بعد ذلك تخزنها في سواحل مالاغا، ثم تنقلها إلى شمال أوروبا بواسطة شاحنة النقل. العائدات كبيرة جدا، كيلو الحشيش يساوي 1500 يورو في الأندلس، يتضاعف سعره إلى 9000 يورو في الدول الإسكندنافية. عند تضخم الثروة تغسل الأموال بشراء اللوحات والذهب والعقارات. عصابات السويد اشترت عقارات ضخمة في إحدى أغلى مناطق مربية، استيبونا وبن حافظ. التحقيقات تشير إلى أن العصابات قامت باستئجار عقارات لعد الأموال وتخزينها. العقارات أول قطاع تغسل فيها أموال المافيات التي تتاجر في المخدرات والممنوعات. شركة روزليكان السويدية للشحن تعمل في أوروبا منذ سنوات وتوفر نقل سلع زبائنها. تتعامل بالخصوص مع السويديين الذين يشحنون أغراضهم إلى بلدهم بعد قضاء مدة طويلة في إسبانيا، أو تنقل الأغراض لمن يبحث عن شمس الأندلس. للشركة مقرات في ستوكهولم وغوثنبرغ، ومع ارتفاع طلبات الزبائن فتحت فروعا لها في ماربيا وتوريفيرا في أليكانتي. في عام 2018، وبفضل المعلومات التي وفرتها الشرطة السويدية لنظيرتها الإسبانية، وضعت الأخيرة عناصرها في حال تأهب. المعلومات تحدثت عن تنقلات مريبة لبعض السويديين بين بلدهم وإسبانيا، ما يخفي عمليات تهريب. هذه المعلومات قادت الأمن الإسباني إلى المنطقة الصناعية في سان بيدرو دي ألكانتارا في ضواحي مربية، ووضعت بعض المكاتب والشاحنات تحت المراقبة. بعض الشاحنات التابعة لشركة روزليغان كان يختبئ فيها أشخاص لساعات، وكأنهم يحضرون لشحن أثاث من نوع خاص جدا. تحت المراقبة المشددة ترك الضباط هؤلاء لإنهاء مهمتهم. في الأثناء وصلت شحنة ضخمة من الهيروين إلى ستوكهولم عن طريق نفس الشركة. بعد أيام وفي غوثنبرغ عثرت الشرطة على شحنة من 85 كيلوغراما من الحشيش، كانت مخبأة داخل أثاث منزلي نقلته نفس الشركة. تحركت الشرطة الإسبانية وألقت القبض على الشخصين المراقبين، وعثرت على 265 كيلوغراما من الحشيش داخل الشاحنة. في السويد ألقي القبض على ملكي شركة الشحن. تمت مصادرة 12 عقارا في كل من مالاغا، أليكانتي وغرناطة. قدرت الشرطة عائدات تلك العملية ب 7.3 مليون يورو. اتضح أن ياكيم كان يستعمل مكاتب لشركة استشارات في مول بلازا في ماربيا كي يخبئ معاملاته. شركات كثيرة كانت مرتبطة بياكيم مقرها هناك. سيستمر عمل المافيا السويدية بسبب الطلب المتزايد على المخدرات في بلدها. مع هامش الربح الكبير والمغري، سيكون دائما هناك ضحايا لعصابات الجريمة المنظمة، سواء من الطبقة الغنية أو الفقيرة. في الماضي، ومع غياب اتفاقيات تعاون أمني بين السويد وإسبانيا لترحيل المجرمين، استمتع أفراد العصابات بالجو الدافئ في الأندلس وبالأكل والسهر والمتعة، إلا أن الأمور بدأت تتغير في غير مصلحة العصابات.